المشاركة ديالي في المهرجان العربي في الدورة ديالو الثانية في الدار البيضاء، اولا كنشارك بفيلم جزيرة ليلى في البانوراما، لانه فيلم عنده 4 سنوات او 5 ممكن لش يكون في اطار يعني لا كومبيتيسيون. وكذلك شاركت بماستر كلاس حول السينما، حول التجربة ديالي واللي تجاوبت فيه مع عدد ديال الشبان، لانه بالخصوص بالنسبه للماستر كلاس ما هو شيء، هو درس في السينما ولكن ماشي درس بالطريقه التقليديه، وانما درس اللي تتقاسم فيه التجربه ديالك مع الشبان ومع الناس من غير الشبان، مع النقاد الى اخره الى اخره. فبصراحه انا المهرجان هذا عنده واحد الخاصيه، مثلا الافتتاح عجبني جدا لانه دار في ذاك المأطره ديال الحبوس، ذاك المحل كان جميله جدا. وكذلك تيجري في واحد السينما اللي هي في المدينه، اللي ايدن كلوب اللي هما جوج القاعات مزيونين صغار ولكن مزيونين. ف هو بالفعل صعيب الواحد يعمل المهرجان في الدار البيضاء، لان الدار البيضاء مدينه كبيره، واغلب المهرجانات الناجحه تكون في مدن صغيره لان الناس تيكونوا مجموعين، فهمتيني؟ فتيبقى هذا المهرجان هو سي تان باغي، يعني باش تنجح مهرجان في مدينه كبيره ديال 5 مليون، يعني الفو لو فير كي تيقولوا الفو لو فير. فاش غادي نقول لك، مهرجان دابا هو في الدوره ديالو الثانيه، ما يمكنناش نحكموا عليه واحد الحكم مسبق كبير نقولوا هذا، الا انه باين على انه عنده واحد، كاين هناك واحد الافاق، عنده افاق غيمكن يتحسن ويولي مزيان. حاليا تنشوف على انه عدد المسائل غاديه مزيان، العروض، الافتتاح، الناس في لوطيلات، الصحافة موجودة، كاين لي ماستر كلاس، فهو تي 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 عنده هاد المسائل هذه اللي خصي توفر عليها مهرجان. من غير انني مخرج معروف، دزت من مراحل اخرى ديال الابداعيه، مثلا يقال عني انني كتبت اغاني، انني كنت ممثل، انني اشتغلت كمساعد مخرج وكموزع ادوار. بالفعل باش انا خرجت اول فيلم طويل ديالي على في سنه 43 سنه، واول كورميتراج ديالي في 40 سنه، فبحيث ساينت كثير باش يمكن نصبح مخرج. ف باش نوصل لهذه المساله هذه، فمريت من عدد ديال المراحل اللي هي ضروريه نظن في حياه مخرج، لان مخرج هو بحال شاف دوركستر، تيخصو يكون فاهم عدد المسائل، تيخصو يكون عارف الموسيقى. انا درست الموسيقى مثلا، درت الموسيقى، كنت باغي الموسيقي يكون موسيقي، داك الشيء علاش كتبت كذلك كلمات الاغاني. ومن بعد صبحت ممثل، فهمتيني، صبحت ممثل وانا ما فراسيش باللي واحد النهار غادي نصبح غنولي مخرج. ولكن باش نولي مخرج ساعدت في الاخراج لسنوات، 25 سنة. وتنظن هذه مراحل كلها مهمة جدا بالنسبة للشبان، عدد ديال الشبان. هذا هو كان موضوع الماستر كلاس، على انه عدد الشبان تيمشيو تيقراو في مدرسة 3 سنين وتيظن على انه غادي يصبح مخرج. يعني دخل على 20 سنة 21 سنة يخرج 24 سنة صافي يولي مخرج. ايوا دار الإخراج هذيك 10 سنين الأولى، من بعد ما غيبقى له ما يقول، فهمتيني؟ لأنه باش الانسان يدير اخراج تيخصو يكون تيكون عمر، يعني حاجه خصك تكون عامر بزاف باش يمكن لك تبدا تعطي. انا تنصح الشبان لانه بالرغم من ان هناك عدد ديال المدارس للاسف ماشي كلها مدارس جيده، فهمتيني، تبقى عدد المدارس تتقري باش تربح الفلوس، فتنصحهم على انه ضروري يحاولوا، سي با فاسيل، ولكن ضروري يحاولوا انهم يانتيغريو الحرفه عن طريق الاشتغال في افلام. سي با فاسيل باش تقنع مخرج ولا تقنع شي واحد وتشتغل في افلام، ولكن الانسان كي تيقولوا من سار على الدرب وصل. انا شخصيا عملت فيلم مغربي ومشترك، ملائكه الشيطان، فيلم مغربي تونسي فرنسي، وعملت الفيلم ديالي الاخراني فيلم مغربي اسباني. ما كاينش باش نحلموا بزاف، هذه غير هضره تتبقى حبر على ورق، ولا تتبقى على مستوى المؤتمرات او اللقاءات في المهرجانات. خصنا نديروا الانتاج المشترك مع العرب، مع ما يمكن شيء، هما ما عندهمش فلوس، حنا ما عندناش فلوس. تنظن
هناك مثلا إعانات عربية من الدول العربية الغنية، ولكن دوك الإعانات تتمشي لبعض الناس وما تتمشيش للآخرين. كاين هناك مافيا اللي تتفرق ديك الفلوس بعضياتها، وهذيك الدول اللي تنهضر عليها البترو دولارية بنفسها تتعمل عدد ديال بزاف ديال الفلوس في أفلام أمريكية هوليودية صهيونية أكثر ما تتعملها في أفلام عربية المواضيع عربية. السينما المغربية قطعت أشواط كبيرة لما نشوفوا أن في الستينات ما كنا نعملوا التفيلم، وعلى أنه في 69-70 يلا عملنا الأفلام الأولى ديالنا، الفيلم الأول والثاني ديالنا. اليوم اللي تنشوفوا على أننا وصلنا يمكن تقريبا 500 فيلم، على أننا تنجو 25 فيلم في السنة، فحنا صبحنا تقريبا بحال مصر تنعملوا نفس العدد لا على مستوى الإنتاج الكم والكيف. ويمكن لي نقول على أنه إن يبا دو كوا غوجير على الكاليتي ديال السينما المغربية. حاليا ما عنديش حتى مشروع، كتبت كتاب راه خارج في السوق سميتو ما في إبل حياتي جميلة، وهو كتبت كتاب لأنه للأسف المسائل اللي عملت في الكتاب كان ممكن تكون فيلم، لأن لما تقرأ الكتاب بحال الفيلم، إلا أنه خصو عاد بزاف ديال الفلوس، وكاين شي مسائل الحرية باش تكتب كتاب ماشي الحرية باش تصاوب الفيلم. هناك حرية أكثر تعبر عليها عن طريق الكتاب كعن طريق الفيلم، فهمتيني؟ فكتبت الكتاب، ومن بعد من اللي غادي يسالي دابا الكتاب راه الي اون سينياتور تيعمل الحياه ديالو، غادي ان شاء الله نكتب سيناريو وندير فيلم، لانه وصلت لهذه المرحله توحشت شحال هادي. عملت واحد الفيلم اللي ترفض لي لان الموضوع ديالو ما عجبهمش الموضوع ديالو، ماشي على قضيه الجوده، لانه هذه سنين باش انا تنشتغل في السينما وتنكتب، ما غنقولوش ما تنعرفش نكتب السيناريو، فتنكتب عندي تجربه ما تخطرش، لانه الموضوع ما جاهمش على قنتهم. فوالا، قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب.